الذي يقول الحق في أي مكان، مهما كان موطنه، مهما كانت بلاده، مهما كانت أخطاؤه، إذا قال الحق يجب أن نسمع الحق. المسلم عليه أن يدور مع الحق أينما دار. لو إنسان كان يفتي بفساد ولا بظلم ولا متخلي ولا منافق، ولكن قال كلمة حق، لابد أن نأخذها ونقبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: كذبك صدقك وهو كذوب. كلامه صدق، ما دام هو كلام مع الحق هو كلام، هو صادق. لكن كون إذا كان هو يكثر منه الفساد ويكثر منه الفتاوى السيئة، هذا لا يجعل قدوة، لا يصلح أن يكون قدوة، سقطت عدالته بتخليه عن نصرة المسلمين وبتزلفه ومداهنته للحكام الظالمين، تسقط عدالته ولا تصلح شهادته. لكن لو قال كلمة حق ونعرفها أن حق، علينا أن نقبلها، لأن الحق نقبله من أي أحد، والباطل نرده على أي أحد مهما كان. هذا هو فيما يتعلق بالعلماء والشيوخ، وما يتكلمون عليه من الجهاد ويستشهدون بهذه الشواهد، وفيها كثير من التزوير والظلم وعدم ذكر الحقائق. الأمر يختلف اختلافا كاملا مع ما يجري الآن في فلسطين. ما يفعله الآن الفلسطينيون هو جهاد دفع وليس جهاد طلب. ابن تيمية يتكلم على جهاد الطلب، أما جهاد الدفع هذا يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه وعن يعني حريمه وعن ماله. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. هؤلاء يدافعون عن أنفسهم، هؤلاء محصرون، محاصرون من العالم كله. ما يقرب من 20 عام غزة محاصرة، هم ينحتون الجبال تحت الأرض بأظافرهم ليعيشوا. العالم يريد أن يميتهم، أن يقتلهم. هل هذا جهاد يقال عنه أن تأخذ له العدة؟ هذا يجب أن يقاتل المجرم والصائل والعدو بكل ما يقدر عليه، المعتدى عليه. هم معتدى عليهم، يجب علينا جميعا، مش عليهم فقط، أن نناصرهم ونقاتلهم. وجهاد الدفع لا يشترط فيه إذن لا من ولي أمر، ولا يشترط فيه إذن من أب ولا من أم ولا من الإنسان. لابد أن يدفع، لابد أن يدفع. الصائل يجب دفعه، والصائل الذي يريد قتل النفس، أخذ النفس أو أخذ الحرمات، قتله واجب ليس جائزا، قتله واجب، لابد أن يدافع. فالكلام الذي يقوله هؤلاء الناس كلام لا معنى له، كلام فارغ ليس فيه شيء من العلم، لا يعرفون ما يخرج من رؤوسهم، يعني يقتنصون ويأخذون بعض الحوائط وكذا مقطوعة عن سياقها، ويستشهدون بها ليضللوا الناس، ليخرجوهم عن الطريق السوي الصحيح، بدل أن يأخذوا آيات القرآن التي يعني تحذرهم من الخذلان. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وتحذرهم من التقاتل، من الثقل إلى الأرض والخلود إليها. وهذه كلها آيات صريحة وواضحة، لا يلتفتون إليها، ويتصيدون كلاما منتزعا من سياقه ويلبسون به على الناس، وللأسف.